يلا افتحي لي الباب حاجة بقى. اخ يا شيماء خانم لو تشوفي كيف اصفريت ومرضت. لك انا موت شيماء خانم، افتحي الباب يلا. شيماء خانم بعرف انك جوا، يلا افتحي الباب بقى. يا ريت بقدر افتح الباب هلا وارمي حالي بحضنك وارتاح يا فكري بيك. شيماء خانم انا معي مفتاح بس ما رح افتحه، لهيك افتحي الباب. موجة موجة معها حق، فكري انت رحت وتركني لحالي، انا وصلت لهالحالة هي من تحت رأسك. ماشي ما بدك تفتحي فوت لحالي، بلكي صاير لشي جوا بكون البطل اللي انقذه. ليكني حامله للمفتاح اصلا، هذا هو. فوه العمى بقلبهم غيروا القفل، هذا من عمايل المغضوبة هديك أكيد، لأنه شيماء مستحيل تعمل هيك شيء. مسكتك عمو فكري، شو عم تعمل هون؟ وليه؟ احكي الحقيقة، أنت يا اللي غيرتي القفل ما هيك؟ ايه مزبوط غيرنا القفل عمو فكري، وما عاد فيك تفوت على هالبيت مرة تانية. يا بنت استني 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 وقفي. الله معك. أنا ما بكون فكري ألي بول إذا ما فوت على بيتكم هاد وغصب عنكم كلياتكم. ليك بابا انا بدي روح مشان اطمن على بدر. فيكو بكره منطمن عليه، يعني بكره منروح كلياتنا، ما فيك تروح لعنده بهالليل، بكره منروح خلاص. شو هالحاله هي؟ بابا انت منيح؟ لا ماني منيح، قسمت انا كثير تعبان. ليلاس بابا. ايه انسي انا تعبان، بطني عم توجعني وهي الغبيه مهجه نكدت على عيشتي الله يلعنها. مو مهجه هي نفسها حبيبته لاحمد. اوه تركوا بعضهم من زمان، معقول ما وصلتك الاخبار لسه؟ ترك اخوك وبلكي بعدها معن قريب ان شاء الله. ايه ماشي تمام، بس مهجه شو دخلها بالحاله اللي انت فيها؟ يعني هي شو سويت لحتى عم تدي عليها؟ من وراها شيماء ما فتحت لي الباب يا بنتي. خالي شيماء. يا أولاد قلولي شو أعمل لحتى أخلص منها، والله ما عاد طايقة أبدا. بخليها تأمل مثلا. عم يخطر لي أخذ كم أملة من راسكن وحطهم براسها، شو رأيك قسمات؟ أوف بابا أوف. تعا فرجيني لشوف. لك بعد بابا ما في قبل براسي ابدا. وقف شوي كأني لقيت وحدة. انا عندي هون في املة. لو في كانوا ماتوا لانه ما في مجال يتنفسوا. تفوه عليكم، ما استفدت منكم بشي. العمى لا بتحلوا لي مشكلتي ولا بترضوا تعطوني مشروب ولا عنكم امل براسكم. بشو ممكن الواحد يستفيد منكم لو بتضربوا منكم لهالعيشة هاي؟ اف اي 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 مرحبا، يسعد اوقاتك. انت مين بتكون؟ ما تذكرتني؟ انا مدير بنتك لميس، قابلتك عندكم بالبيت. تذكرت. كاني حاسك متضايق من شيء. ايه متضايق، شو دخلك؟ هو بصراحة وأنا كمان كنت متضايق شوي وعم دور على حدا أشرب أنا وياه، ضايق خلقي وما بدي ضل لحالي. والله جد؟ إيه؟ في معك مصاري؟ معي طبعاً، شو بدك فيه؟ ما بدي شي بس ما بعرف ليش حبيتك فجأة. حنروح على مكان بيقدم مشروب بجنة، بس العزيمة على حسابك. تكرم عيونك، بس وين المكان؟ شش روق هلأ، ما رح تكون إلا رضيان. الله الله شوف في هون كيس تاني. فكري العمى ضربك. قديشك منيح يا اخي عمر. مثل مو شايف انه انتو كمان متضايقين ومهمومين، لهيك قلت خلينا نقعد ونحكي شوي. منحكي شو لك كان يا عمر،
مديره في عندك مشاكل خير شوفي ولا فاتت شوكة برجلهك؟ شو هالحكي يا فكري؟ كل واحد منا عنده همومه اللي ما بيقدر يحكيها لحدا أبدا. الحياة مو دائما شغله بس في شغلات أهم. يعني أنا مو لازم يكون عندي حبيبي؟ مزبوط، نحن الرجال ما فينا نقعد بدون مرأة. يعني بفيق بلاقي الأكل جاهز وتيابه نضاف بيقدر يلبسهم دغري، فوق هذا كله كلام حلو مثل ما بيقولوا، ورا كل رجال منيح مرة منيحة. صح لا ولو أي بيقولوا لها خدامة مو زوجة يا فكري. أي خدامة، أنا عم بحكي عن شيماء خانم لأنه هي هيك كانت. بس أنت اسم مرتك شكران مو هيك؟ لا هي صارت طليقتي. شيماء هي اللي كنت راح اتزوجها وراحت من ايدي. والله؟ طيب وين راحت شكران خانم؟ يعني شكران بتحب تروح وتجي على كيفها، بعدين شو دخلك انت؟ شايف مركز كتير وانت عم تسأل عن اخبار شكران. لانه زينب بتضل تقول شكران على طول. زينب مين؟ حفيدتك شو نسي؟ مزبوط. يعني صرت جده؟ فكري صار عندك حفيدة؟ ايه عندي حفيدة. جنيدو بتتذكر بنتي هديك اللي ماتت؟ هي البنت بنتها زينب اسمها مو هيك عمار؟ مسكينة. ايه اسمها زينب. والله اشتقت لها كتير. بس والله هي كتير بتحبها لشيماء خانو، حتى انها بتقلها تيتي كمان. بدي قلك زينب كانت مضيعة دبدوب، تتذكرت؟ وقتها شكران لقته، لهيك لساتها مبسوطة منها وبتقول اسمها على طول. الدب قصدك على اللي كان رفيقي؟ رفيقك؟ رفيقي هداك الدبدوب كانوا اواعيين شاشين مثل اواعيين، وهو كان معي هون بس اجت شكرا اخذته وحطته بشنطيتها، وبصراحة ما بعرف لوين راحت فيه. وليش اخذته شكرا خانو؟ شو السبب؟ ايه من وراء المجنون قال خدي للاولاد بتسلوا فيه، استكتروا علي الرفيق الظريف. لك شو هالحديث المعت هاد؟ انا شفت كتير سكرانين بس بحياتي ما شفت ناس بس يسكروا بيفتحوا سيره الدباديب مثلكم، شو صار الكون؟ والله معك حق بحكيك يا فكري بيك، لك نحن شو اللي وصلنا للحكي عن هالدبدوب هذا هلا؟ نحن كنا عم نحكي عن شكران خانم بالاول. يا ترى وينها هلا؟ وانت شو دخلك لحتى عم تسأل عن شكران؟ ليك اسمع، انا الفار بلش يلعبي عبي وعقلي صار ياخد ويجيب. ولا معقول تكون شكران مساوية شي معك؟ والله بضربك بهي القنينة وبموتك. وبعدين مع هالقصة بقى لوين اخدتك افكارك فكري؟ معقول هالحكي يعني؟ كنا عم نحكي ومبسوطين، شوف لوين وصلتنا حضرتك. بصراحة هذا الوضع مو مناسب إلي بنوب لانه مو متعود احكي بهالطريقة. تصبح على خير. صح جنيدو؟ ارجع مرة تانية عمر، جيب كيسك معك وتعا، وجيب لك رفيق كمان إذا بدك. شوك فكري إن شاء الله بتتشرد بالأمينة. ليش فتحت؟ شوف أنا ما قدرت أخذ معلومات من زوجها لشكران لأعرف وين بتكون. تطالعوها حتى لو كانت بسابع أرض، لأنه الألماسات معه، فهمت؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.